بعد عام تماما على إدخالها مصطلح إغلاق إلى لغة النقاش في العالم، أمضت ووهان الذكرى السبت بمزيج من الفخر والحذر من انتكاسة محتملة قد تضرب جهودها في احتواء وباء كوفيد-19. بكيت كثيرا خلال الإغلاق، لم يكن في إمكاننا شراء الطعام. بكيت كل يوم وأنا أشاهد الناس يمرضون ويموتون، فيما العاملون على الخطوط الأمامية في القطاع الصحي يجهدون يوميا. وكانت ووهان أحدثت قبل عام صدمة في العالم عندما فرضت على سكانها البالغ عددهم 11 مليونا عزل أنفسهم في منازلهم في إغلاق دام 76 يوما، وسلط الضوء على التهديد المتزايد الذي شكله فيروس كورونا الذي ظهر في المدينة. أنا قلقة من عودة الفيروس، من الأفضل أن نتلقى جميعاً اللقاح. إنه أمر متعب، أنا أخشى أن أصاب بالعدوى. لكن وفي حين تتواصل محاولات الدول العالم للسيطرة على الوباء، باتت ووهان بعيدة كل البعد عما كان الحال عليه قبل عام، إذ عادت الحياة إلى الشوارع بينما تكتظ وسائل النقل والمنتزهات بالسكان.